السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة نسرين محمود من المدرسة الفلسطينية المشتركة في الدوحة، معلمة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي. المدرسة الفلسطينية المشتركة، إعداد المعلمة نسرين محمود. الصف الثالث الابتدائي، الشعاع والمستقيم. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب. سنبدأ اليوم الدرس الأول من الوحدة الرابعة، وهي وحدة الهندسة والقياس، وعنوان درسنا هو الشعاع والمستقيم. بداية أعزائي الطلاب، يجب أن نراجع مفهوم قد تم شرحه في الصف الثاني الابتدائي، وهو مفهوم القطعة المستقيمة. والقطعة المستقيمة هي عبارة عن خط مستقيم يصل بين نقطتين، نقطة بداية ونقطة نهاية. ومن الأمثلة على القطع المستقيمة حافة السبورة وحافة المسطرة. كما قلنا، القطعة المستقيمة تصل بين نقطتين، نقطة بداية ونقطة نهاية. بنشاهد معا القطعة المستقيمة أمامنا الواصلة بين النقطتين، النقطة ألف والنقطة باء. يسمى القطعة المستقيمة بطريقتين، القطعة المستقيمة ألف باء، أو القطعة المستقيمة باء ألف. لنجيب على السؤال التالي: اكتب عدد القطع المستقيمة في كل شكل من الأشكال التالية. سأترك لكم قليلا من الوقت حتى تفكروا في الإجابة. هيا أعزائي الطلاب، نعد القطع المستقيمة في كل شكل وتأكدوا من إجاباتكم. طبعا أضلاع هذه الأشكال هي التي تمثل القطع المستقيمة. لنبدأ بالشكل الأول، نعد معا القطع المستقيمة: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذن يوجد في الشكل الأول أربع قطع مستقيمة. لننتقل إلى الشكل الثاني، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن عدد القطع المستقيمة في الشكل الثاني ست قطع مستقيمة. أما الشكل الثالث، يوجد لدينا قطعة مستقيمة واحدة فقط. ننتقل أعزائي الطلاب إلى المفهوم الثاني في درسنا، وهو مفهوم الشعاع. والشعاع هو خط مستقيم له نقطة بداية ويمتد إلى ما لا نهاية، أي له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية، مثل أشعة الشمس. لننظر إلى أشعة الشمس أمامنا، تنطلق أشعة الشمس من الشمس وتمتد إلى ما لا نهاية. كيفية تسمية الشعاع؟ يسمى الشعاع دائما من نقطة البداية. لننظر إلى الشعاع التالي، الشعاع أمامنا نقطة البداية فيه هو سين، إذن نسميه بالشعاع سين صاد، ويكتب سين صاد ولا ننسى وضع رمز الشعاع فوقه. انظر إلى الشعاع الثاني، أين نقطة البداية هنا؟ أحسنتم، نقطة البداية هي لام.
إذن يبدأ الشعاع من النقطة لام ويمتد إلى ما لا نهاية، فيسمى إذن الشعاع بالشعاع لام عين، ويكتب لام عين ونضع فوقه رمز الشعاع. لننظر أعزائي الطلاب إلى الشكل التالي ثم نجيب عن السؤال. القسم الأول من السؤال: كم شعاع في الشكل؟ والقسم الثاني: ما نقطة البداية في كل شعاع؟ كم شعاع في الشكل أمامنا؟ لدينا في الشكل 3 أشعة. ما اسم هذه الأشعة؟ الشعاع الأول هو شعاع ألف باء، والشعاع الثاني هو شعاع ألف ميم، أما الشعاع الثالث فهو شعاع ألف جيم. ما نقطة البداية في كل شعاع من هذه الأشعة؟ نقطة البداية هي النقطة ألف. هيا بنا أعزائي الطلاب ننتقل إلى المفهوم الثالث في درسنا اليوم، وهو مفهوم المستقيم، والذي هو يختلف عن مفهوم القطعة المستقيمة. فالقطعة المستقيمة لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية، أما المستقيم فهو ممتد من الجهتين، ليس له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية. لننظر إلى المستقيم التالي. المستقيم التالي مار بالنقطتين النقطة لام والنقطة نون. كيف يمكن أن نسمي المستقيم أمامنا؟ يمكن تسمية المستقيم بطريقتين. الطريقة الأولى هي المستقيم لام نون، أو يمكن أن نسميه بالمستقيم نون لام. لننظر إلى الشكل التالي ثم نجيب عن الأسئلة. من الشكل التالي سميه مستقيمان وقطعة مستقيمة. هيا أعزائي الطلبة نفكر، من يسمي لي المستقيم الأول؟ أحسنتم، المستقيم الأول هو المستقيم ألف باء، ويمكن أيضا تسميته بالمستقيم باء ألف. أين المستقيم الثاني؟ من يسميه المستقيم الثاني؟ رائع، المستقيم الثاني هو المستقيم جيم دال، ويمكن تسميته أيضا بالمستقيم دال جيم. القسم الثاني من السؤال المطلوب تسمية قطعة مستقيمة. لنرجع إلى الشكل مرة أخرى ونسمي قطعة مستقيمة. أحسنتم، القطعة المستقيمة هي القطعة ألف سين، ويمكن أيضا تسميتها بالقطعة سين ألف. أعزائي الطلاب نلخص ما تم شرحه في الدرس. أولا ننظر إلى الشكل في الرقم واحد. الشكل في الرقم واحد يمثل قطعة مستقيمة، وكما قلنا القطعة المستقيمة لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية، ويمكن تسميتها بطريقتين، لذلك نسمي القطعة المستقيمة التي نشاهدها في الرقم واحد بالقطعة المستقيمة ألف باء أو باء ألف. لننتقل إلى الشكل الثاني. الشكل الثاني يمثل شعاعاً، وينتج الشعاع من مد القطعة المستقيمة من أحد طرفيها، ودائما نسميه من نقطة البداية. نقطة البداية هنا هي النقطة ألف مارا بالنقطة باء. هذا الشعاع يسمى بشعاع ألف باء. الشكل الثالث أيضا يمثل شعاعا، لكن نقطة البداية هنا هي النقطة باء، لذلك نسميه الشعاع باء ألف. أما إذا انتقلنا إلى الشكل الرابع، فالشكل الرابع هو مستقيم، وينتج المستقيم من مد القطعة المستقيمة من طرفيها.
ويسمى المستقيم بطريقتين، المستقيم ألف باء أو المستقيم باء ألف. وإليكم أعزائي الطلاب هذا الفيديو التعليمي الذي يلخص ما تم شرحه في درسنا اليوم. هيا بنا نتعلم عن القطع المستقيمة، الشعاع والمستقيم. ما هي القطع المستقيمة؟ القطع المستقيمة هي عبارة عن خط مستقيم. ولماذا تسمى قطعة؟ تسمى قطعة لأنها تصل بين نقطتين، نقطة بداية ونقطة نهاية، مثل قطعة سكة الحديد الخشبية هذه. خط مستقيم له نقطة بداية ونقطة نهاية، ونسمي هذه النقاط بالأحرف الأبجدية. فإذا سمينا النقطة الأولى ألف والنقطة الثانية باء، يصبح اسم هذه القطعة المستقيمة القطعة المستقيمة ألف باء، أو القطعة المستقيمة باء ألف. ماذا لو لم تتوقف القطعة المستقيمة؟ ماذا لو استمرت إلى ما لا نهاية من جهة واحدة؟ تصبح القطعة المستقيمة شعاعاً، بمعنى آخر الشعاع هو خط مستقيم له نقطة بداية من جهة واحدة، لكنه يمتد إلى ما لا نهاية من الجهة الأخرى، مثل شعاع الشمس هذا له نقطة بداية من جهة واحدة، لكنه يمتد إلى ما لا نهاية من الجهة الأخرى. نستخدم نقطة لنمثل بداية الشعاع، ونستخدم إشارة السهم لنمثل أن الشعاع يمتد إلى ما لا نهاية من الجهة الأخرى. فإذا سمينا نقطة البداية جيم، وسمينا نقطة يمر بها الشعاع دال، يصبح اسم هذا الشعاع الشعاع جيم دال وليس دال جيم، لأن الشعاع يبدأ من النقطة جيم وليس من النقطة دال. ماذا لو امتد الخط المستقيم من الجهتين إلى ما لا نهاية؟ يصبح الخط المستقيم مستقيماً، ليس له نقطة بداية ولا نقطة نهاية. خشبة السياج هذه تمثل المستقيم، لأنها خط مستقيم ليس له نقطة بداية ولا نقطة نهاية، أي خط مستقيم يمتد من الجهتين إلى ما لا نهاية. إذا سمينا نقطتين يمر بهما المستقيم سين وصاد، يصبح اسم هذا المستقيم المستقيم سين صاد أو المستقيم صاد سين. لتشاهدوا المزيد زورونا على موقعنا www.hayabina.com. حل تمارين الكتاب. السؤال الأول: أكمل بما هو مناسب. حافة المسطرة قطعة مستقيمة، وحافة الكتاب قطعة مستقيمة، وحافة السبورة قطعة مستقيمة. اذكر أمثلة أخرى على القطع المستقيمة من غرفة الصف: حافة الباب وحافة الطاولة. السؤال الثاني: ألاحظ الشكل الآتي ثم أجيب عما يلي. ألون القطعة المستقيمة التي تصل بين النقطتين سين ولام باللون الأصفر. ألون القطعة المستقيمة التي تصل بين النقطتين لام وصاد باللون الأخضر.
ألون القطعة المستقيمة التي تصل بين النقطتين س وص باللون الأحمر. أسمي القطعة المستقيمة التي تصل بين النقطتين س ولام ب القطعة المستقيمة س لام أو القطعة المستقيمة لام س. أسمي القطعة المستقيمة التي تصل بين النقطتين س وص ب القطعة المستقيمة س ص أو القطعة المستقيمة ص س. السؤال الرابع، ألاحظ الأشكال الآتية، ماذا تمثل مجموعة النقاط الملونة باللون الأحمر في كل حالة؟ في الشكل الأول، مجموعة النقاط الملونة باللون الأحمر تمثل، أحسنتم، شعاعاً. نقطة البداية في هذا الشعاع هي النقطة ج. ينطلق الشعاع من النقطة ج ماراً بالنقطة د، لذلك نسمي هذا الشعاع بالشعاع ج د. لننتقل إلى الشكل الثاني، ماذا عن مجموعة النقاط الملونة باللون الأحمر في الشكل الثاني؟ هيا أعزائي الطلاب، ماذا تمثل هذه النقاط؟ أحسنتم، تمثل قطعة مستقيمة، والقطعة المستقيمة لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية، ويمكن تسميتها بطريقتين. إذن هذه القطعة المستقيمة تسمى بالقطعة المستقيمة ص ج أو القطعة المستقيمة ج ص. ماذا عن الشكل الثالث؟ مجموعة النقاط الملونة باللون الأحمر في الشكل الثالث ليست على استقامة واحدة، إنما منحنية، لذلك نسميها بمنحنى. الشكل الرابع، مجموعة النقاط الملونة باللون الأحمر في الشكل الرابع هي تمثل، أحسنتم، تمثل مستقيم، والمستقيم يمكن تسميته بطريقتين، إما نقول المستقيم س باء أو المستقيم باء س. السؤال الخامس، أرسم باستخدام المسطرة من كل نقطة ألف وباء وجيم شعاعا. إذن سنقوم برسم شعاع من النقطة ألف، بداية الشعاع هي النقطة ألف، لذلك من النقطة باء سنرسم شعاعا، وأيضا من النقطة جيم سنرسم شعاعا. السؤال السادس، أرسم بالمسطرة شعاعا يمر بالنقطة سين. نرسم الشعاع مرة بالنقطة سين، أسمي الشعاع شعاع سين صاد. هل يمكن رسم شعاع آخر من النقطة نفسها؟ نعم، إذا كانت إجابتك نعم، ارسم. هيا نرسم شعاع آخر من النقطة سين. كم شعاع يمكن أن نرسم من النقطة سين نفسها؟ هناك عدد لا نهائي من الأشعة يمكن رسمها من النقطة سين. السؤال السابع، باستخدام المسطرة والقلم أرسم مستقيما وأسميه بالمستقيم لام نون. ها هو شكل المستقيم، المستقيم يمر بالنقطة لام ويمر بالنقطة نون، إذا هذا المستقيم هو المستقيم لام نون. السؤال الثامن، أتأمل الشكل الآتي ثم أجيب. واحد، هل الشعاع باء نون يختلف عن الشعاع باء ميم؟ هيا أعزائي الطلاب فكروا معي، هل الشعاع باء نون يختلف عن الشعاع باء ميم؟ أحسنتم، الشعاعان لا يختلفان عن بعضهما البعض. لماذا؟ لأن لهما نفس نقطة البداية. اثنان، هل هناك طريقة أخرى لتسمية الشعاع باء ميم؟ كما قلنا في السؤال السابق،
أن الشعاع باء ميم لا يختلف عن الشعاع باء نون. إذن يمكن تسمية الشعاع باء ميم بالشعاع باء نون. أفسر إجابتي: لأن الشعاعان لهما نفس نقطة البداية ويقعان على استقامة واحدة، فهما متساويان. 3. هل الشعاع نون ميم هو نفس الشعاع باء نون؟ هيا أعزائي الطلاب، أحسنتم. لا. لماذا؟ لأن لهما نقطة بداية مختلفة. السؤال التاسع: أكتب نقطة بداية أربعة أشعة ورمز كل منها في الشكل المجاور. هيا بنا أعزائي الطلبة ننظر إلى الشكل المجاور ونجد أربع أشعة من الشكل. نقطة البداية هي جيم، والشعاع الأول هو الشعاع جيم سين. نقطة البداية أيضا في الشعاع الثاني هي جيم، والشعاع هو جيم باء. نقطة البداية في الشعاع الثالث هي أيضا جيم، والشعاع الثالث هو جيم صاد. ونقطة البداية أيضا في الشعاع الرابع هي جيم، والشعاع الأخير والرابع هو جيم ألف. السؤال العاشر: أسمي ثلاثة مستقيمات في الشكل الآتي: المستقيم الأول هو المستقيم ألف باء، والمستقيم الثاني هو المستقيم راء هاء، أما المستقيم الثالث فهو المستقيم نون ميم. السؤال الحادي عشر: أتأمل الشكل الآتي ثم أجيب. 1. أكتب أسماء أربع قطع مستقيمة في الشكل. القطع المستقيمة هاء ألف، والقطع المستقيمة ألف واو، والقطع المستقيمة جيم واو، والقطع المستقيمة باء واو. 2. أسمي مستقيما في الشكل بطريقتين: يوجد في الشكل المستقيم هاء باء، ويمكن أن نسميه أيضا بطريقة ثانية هو المستقيم باء هاء. 3. أسمي ثلاثة أشعة تبدأ من النقطة واو: الشعاع واو جيم، الشعاع واو هاء، وشعاع واو باء. 4. أسمي شعاعين يبدأ كل منهما من النقطة ألف: الشعاع ألف هاء، وشعاع ألف باء.